بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر سنة وقبل أبنية آيات اللحدن إلى اللحاد وصورة الحجر كمدة إلا يهون الرسل ورمي عشر سنة ورآيدو ودن بيهي بسد نبي الله لوط يقوم في سيء يهلاج قوم لوط لهلاج آيي بيش أمر أيضا إلهي سبحانه وتعالى وغصه ورمي نبي الله لوط وحي ملائس إلهين أهل كاذب يلم قبل هبينك كمدة لغا شو دنسعه أحد أبينك إذن كمدة نبي يوصن صوم الأحسن تقنى ميسا لإذن فرعي إذا أسمرت ليلي نبي الله لوط يقبله سوى يصبح المجال دي إلهي سبحانه وتعالى أرلض أيو أصوات ضوالي إلى مركز إيسا قرآن وإيسا جاران نبي الله إبراهيم ووحاوي نبي لوط أدير في سهاي إلهي نور سبحانه وتعالى وقلينا وان وحيونو إلهي إليه لوط وحان وحيوني ذلك الأمر أمر كاسو كعاسا يان وحيوني وقلينا وان وحيونو إلهي إليه لوط أيوض إلهي ذلك الأمر أمر كاسو كعاسا يان وحيوني أمر كلا إشارة نواكا وهوي وهو أسوق الدر وهوي أمر أن الدابر هؤلاء هو أن دبضوضة مرضوع مثل الدين إنو يهي مصبحين حالهم في صبح السنين وعلى الله شهد النبي الله لوط لمن كان قوم لوطة إن وحاوي واجه الدوبر يلعرض بيناي معايا لسورة سهود واتان قصوم الجهني إن موعدهم الصبح وصور إلهي موعد سود الهلاقة الصبح دوي مرك أوضاع النبي الله لوط يحسب الجذب لنا خذ العاي إيه اللي يري على اللي يري مارس يا أليس صبح بقريب بس هلا ودور وحاوح يوني النبي الله لوط ذلك الأمر أمر كاسوه كاسوه أن الدابير هؤلاء قوة تنضبط هذا مقدوع من الجينة إنه يهي مصبحين حالهم في وصبح السنة هو استئصال صوت جريد بين كوري إنه يسام نقونا في الصباح ويهي وجاء وحي من روض إلهي أهل المدينة في مجالد أهل كيد أيها المدينة مجالد ما رسي يستدون وإيه جاي وقوم الوض لمن كانوا وهوي مرسي الله خبري بيت صلوط هنا إن من قال لي رأه هو أن جهلهين الإيجوغان أيها المعرفة هي شوضعتين في عائلوب إيهدي إيجودون أي مركاتي إيساق صوي أركان إلي اللواد إيخوصة ميان خبه مركة هدى وجاء أهل المدينة سيدا أنه هدى وحوية قصيدة أول كيدة أي مناسبة هذه لكن هدى لقوة هاي ما يترتيب وجاء وحى يمرو الإلهي أهل المدينة في مجالة أهل كيدة أيها يمري يستغشرون حالهم قوة بشعري سنية أيقوة بشعري سنية او قمع كقبة إني صاحساء يخص ميان برغ الله وحي جوغة إلين أيقوة حيوقبان بدعا لي حيوقبان ملائسة أنه حيخص ملي سورة البشر يخص ملي مرسو إلهي يزور سبحانه وتعالى أيقوة بشعري سنية أيقوة ماهدين قال وحو دهي اللوط إن هؤلاء قوة آنو دهي لا يسيه مسجد يدوي إيه فلا تصلحون هيوفا لحينا ورمى يا لوط كان أي مرسيه هيوفا لحينا قال سور نبي الله لورو إلهي إن هؤلاء إخوان الله يسيه مسجد يدوي فلا تصلحون هيوفا لحينا ورمى يا هيوفا لحينا واتقوا الله إلهي سعب سدى ولا تخزوني هيهو جنا أيو دهي وهو حوي بقصد كمياهم في فعل الفاحشة بهمي واتقوا الله إلهي سعب سدى ودهي ولا تخزوني أنا إهوجنا أيوه بهاي أو دباسي يد داي قالوا حي لذي نوض إلهي أولم ننهك سوك أمره من هو عن العالمين عالمين سوك أمره من سو أنه قمدهم قد أدمسي غادي كسد مجرسك عديك لأن تضاد الدروة للصوغة لأنه قد عاصم مين سوك مدهم يعني كل جوابا بصير أولم ننهك سوك أمره من إلهي عن العالمين عالمين سوك أمره من في أسمار خيبهان قال وحيرون إله لوط ها الله إخوان بناسي جبهي قوي إن كنتم أدادها تين طاحينك وفلع يوحي دوني سين كوان أيها جبهي قوي أو قال الله شهوة شهوة إنا قويتين الدادر التين جبهي قوي سبع يوضع عدى مركة جبهي مركة أوليها سورة هود نوان قصوة مرمي ماشا سعيانا وحاوية أفر قوله وقجه سعيانا قصوة شهدني في هذا مركة سعرين تاس ويجددي سعيك
وهو ناي كوان ويال جبدهي هؤلاء كوان بناتي جبدهي ويو ناي إن كنت ودادها تنفع إنك وطلعي وإشه هو إنا قدسين أدوني سنوي لكن وعالي القدسين وقوضا بشرد الإسلامتين وأتحق وطول جهنم وعالك الله يحتمال تهالي للشريعة حديثة إنا يبنان يبالي لخافركو ما سمك لماذا إنا قدسين مرسى وحاك الله قيا بهالي قبلهي مركو ليهي نساء أمتي أمتي سناغهوض إنا ولي جيدان يا فتالي مرسى هذا وحاك الله ليهي أيجا أيو مرسى سوحا ويكو إشوت جريناي أدو هذا الله صالة شيئا مرسى وصياتناي وحبما ميوي يسوي ينبا إلا أن تدو حوية برحا وحبار سيها ينو شكرا أيو حوية إلهي سبحانه وتعالى وخدقي معايا لقف حوية شكرا هدو وحكو جلس برطول دو ناسا وحكومة دهونا مركز إلهي يقول سبحانه وتعالى لعمرك عمر قاقا قد عرسيتيك محمد كهوز إنهم قوى صول إلهي لفي سكرة موالدوغة إحلادة يعمهونك وقنق نقون أيوهي إنهم قوى صول إلهي لفي سكرة سكران مضوضة وددو حوية سكران سن يعمهونك وقنق نقون أيوهي يترددون أيوهي بدو حوية مروى البسخان سخان ما إسرجوي هو حوية هذيان إسرجف عضو أنا مارك يا وح مرك وحوية إكتف كان إسرجوي تمام صنوع حوية وحلاقي صنعهم وي ما كعبد إلهي سبحانه وتعالى رسول كيف في حياته سو قدارنا يا معايل إلهي سبحانه وتعالى سو مخلوق سو قدارنا يا هذنا وحوية تعظيم نبي عليه الصلاة والسلام لوينينا أيا ما سخوج سوي فأخذ روحا قبطوا لإلهي هم قوم لوط الصيحة قيرد أيا قبطوا في جبيلة قيرية مسرقين حالهم فوق راح بحسنه الإلهي فأخذ روحا قبطوا لإلهي هم أيضا الصيحة قيرد أيا قبطوا لإلهي صيحة جبيلة قد علوه مسرقين حالهم فوق راح بحسنه وقت شروق الشمس وهي وراح دمركي أفكا كانتي أي سودة لنيتي أي عذاب وقفتي إذا رب ما رسي الله يا أبو هايو إنما يعده مستوى إلهي أولاي قلبتي وحوية ورعي دعي في مائيين فجعلنا وحا نخي النور إلهي آليها قريضة ماشي هذا الصرع تأثيرها ماشي هذا هوس وظل كبائنا هوس اللي يسوق قولي حوضة صلى الله قاضي أيها لسوء قلبي لسوء شبي مرسى أسود إلهي فجعلنا وحا نيالني آليها قريضة ماشي هذا الصرع إلهي قريضين كئوية الدقرائيين ويو السلوم إبوينيري هذا قريرة مجالوين إذا هذا قريرة عالية للمشيه فأسيلها من يشاهد خصي خصي سعيان خيالي ماشي السرع أيها خصي لغاية خصي لسوق البيت جان رفعها جبهيل جبهيل أيها صري إلهي إلى السمرة وأصردها وسوهدي مغلوبة إلى الأرض أيضا أرلد ذو سؤس جنبيه وأمدرنا وان كره وبينه الإلهي عليهم كرطوه حجارة بكحان ومن سجيل وبلد دوية وأمدرنا وان كره وبينه الإلهي عليهم كرطوة الإلهي إجارة أكحان ومن سجير ضوابا للدوية دين الدوية خب النار وي ضوابا أو النار الأوكرية أو رصاصة أيام مارسيا لغشوه دي ونوال بمي إيس أوكي يالو نيك مركا سنو جلعي إن في ذلك المذكور كالا صوش يقول إلهي لسد أسماء رسيا قوم لوط إن في ذلك المذكور كالا صوش يقول لآيات آيات يا خطو نو إلهي دلالات خصوصنا إلهي وحدانيه للمتوسمين هو إفرق هذا أنا أوصفنا الإلهي للمتوسمين هو إفرق هذا أنا أوصفنا للناظرين المعتبرين وهي بس أهل الإفرق ما شاء تخليك قادنا لذلك هلو بهاني هاي إن أنا نقول أهل الاعتبار هو أنا كفشر من علم أنا كقادنا المتفكرين وهي هو في كلا الذين يتأملون الشيء شيء وحوي لغنا فيحرصون حقيقة وحقيقة غيره معايا لماشاً هذا يقفك عقل جيسة أو فيفيريو وهي ربضاً أو حقيقة أيو أبانكرا وإنها أيوه إلهي قرى قوم لوط لبسبيل جد أياه أو إلهي جد كاسو مقيم أو دائم وإنها أيوه إلهي قرى قوم لوط وي قوم لوط قد يوين كيري لبسبيل جد أو إلهي مقيم أو دائم وهو طريق قريشات أيام مرة مرسى الشام أصعبان سفر في آدايان وهو طريق إيسي مرايان ليس قوم لوط لوح العلوي مند إيه دراس منه وحوية مبادئين ويهي ومسا كل أسرق على مايا معايا لأدونك وحالة ربا
وحكى الصور بعضها والله الصور مري انه وحي سقاط بس كان اهل الاعتبار كهينهم بعض انفيريني ايه معشرة استغفية صعودة وهي جارة يا مياد من سيدة هدى قوى ملود وكرانكود وحبقي اعترق هذا وعيين مركب دنبو اي عداد الهي صد عسين بس كان اعترق هذا نيني مركب دنبو صور هليا غور العداد الهي لحدة كساعدين مركب اثناء دو حوية غور ان غور هنويو وهوية مركز تقيلية استقال بصمت النووي وحا مركز وهوية لقب أكره أما الله سميكره مجرسه لكن هذا أدوير إنت اللي جيوه أيا قفك الوبة هاني أيا قفك إنه في تلال الوبة هاني وإذا دعنا إنه حلوقها تلال الوبة هاني إلا إستطيع صعلم عن سيدها مجلها مجلسي إلا في ذلك المذكور قال طوش يقول إلهي لآية عيض أيا قفوا عظاء للمؤمنين قفت مؤمنين تأوصوا هذا إله المؤمنين ورش يا جبل دي جواه الله وخاس إلهي أيها أكو انتفاعي وحان وحبأ وحلوش يجاي أنفق هذنين ووحا ويو سيدي بالليل استغد هذن يدبك استغد هذن وضغا إيمان لهم ويدبك أشوره قفوا دو مؤمن يهي إلهي حولي يهي قفوا مؤمن كاهو وإذا دعوافع الفقاطة معهن قف إفتقوا الصعرون وحبأ أنفيني كاتوحوا إفرق هذا الدنيا مروا عذاس إلهي ودحت هذنين إن في ذلك المذكور قال صوت يقول إلهي لآية آية أيا قصوا عذراء للمؤمنين بك مؤمنين تأوصوا أنه إلهي هلك أسمرك وحين ويبحني لسدي ومروض أين ويبحني وإن كان إنت عن مخصصة من التقيلة سوي إثم كيد محذوف وايد وإنه شامية كان وحي أعينوا إلهي أصحاب الأيكة كنت أصحاب سيدي لظالمين ظالمين أي أهادينوا إلهي وإن كان وإنه ثانية كان وحي عين أصحاب الأيكة كنت أصحاب سيدو الإلهي وهو يغيلة شجر وي ما الجقة أوكي ربغا أو مركز أهل مدين أود وي هذا هو مصعب وي هو مصعب على بقى يبوض هايو قيب وحي هذا قيب في المجالة هو مدين مجالة الإلهي جوكتا قيبنا وحي هيا قيب في البادية هو حوي دقاها حولها كل عسدة ماشا أثناء حوي حولها دقور على الطريق هايو مرك الله بضع وحوي مرك النبي الله سعيد الدينيين ولا هلا جوي مرك وحاله يبغى يقول الناس صاروا شئني رسل النبي الله سعيد مع قومه وأصحاب الأيثاوي لكن ما كان أيضا مختصرا الوسع لسيد جابي بس جاب سوها ونوي ما دون الصورة على دين الله مرك قال ولو سبحانه وتعالى قال مين بيها ينو إلهي محايا لو هي قال من فوقها النبي الله سعيد الدينيين فانتقمنا وانك أرجل نوض إلهي منهم أيضا حقوضا وانك أرجلني فانتقمنا وانك أرجلني منهم أيضا حقوضا الإلهي وهو حوالي شدة الحر قليل فربضا أيها اللوها لذي فلن تأخذ عدود إلهي قليل تأخذ عدود إلهي سبحانه وتعالى صدبا مع الموت أيها قليل يبل أيها الوصى لذلك إلى مركز هلاك عيودا ويدان ذلك مركز إلهي الضرور تبعيه او مركزي مجدئ اهو وحوية قضوة مركزي دروس قصوة عرورين مركزي هو السيد اي قصوة كلمين ايوة هو سيسان اي ايا الهي نارو رسول ايو نارتي ايو سلامانتو ذالي مركزي هلاك قودو سلاف ايو حيباري او هلاك قودو مركزي شدة الحرية قد عي ضرورة الله كياني قل خساسة الوها لاذي لكن اهل مدين ايضا الطيحة الوها لاذي سلعن قصوة مرد جانا سورة سهودة ان قصوة مرد ساسا مركل الليه مركل قولدان اصحاب الايكاء ايه صاف ليلوه بادياه الهي الهي نور سبحانه وتعالى فانتغمنا وانك ارجلني منهم ايه حقوضوا الالهي وانه ما عيود الهي لابدا وحوية تسميدا وحالو اشاريا قراق ومرود ايه وحوية اصحاب الايكاء وانه ما لابدا صور اصحاب الايكاء ايه قراق ومرود رب امام طريق ايه هو الالهي طريق اصوم ذين اوعد وإنهما لبدا صوت إلهي لب إمام دريقا هودا ودع إياه مبين وعضا والحوية مركا وحوية ما سوء إفرقها بسان كفار مكو وضعه إفرقها سنالي ماشا ساد مرسين وحاج أرسين أصار في دس كهرون لهلاغي أياد أرسين ولقد حقيقها يود إلهي كذبا أبدا هلكا سحاوة بحنا دنا بسادي كالانتوات أو قصة قوملوت سحبتي وأيدنا مقتصرة هذه لأنه ناشا في قرينا أصحاب الحجر وهو حوية قوم سمود أهوية وردا واتل أمه على سورة الحجر تسميلي ناشا عيال لقيه ليه
إلهي يقول سبحانه وتعالى ولقد حقيقا كذب والجيريين أصحاب الحشر والدي أصحاب تيسي المرسلين قول الله الدري أي جيريين إلهي ولقد حقيقا كذب والجيريين إلهي أصحاب الحشر والدي أصحاب تيسي والدي أعود حيا المدينة إلى الشام وي وقوم سمود النبي صالح الله الدري المرسلين قول الله الدري أبدا النبي صالحي جيريين مركب مرسلين بان الليلي maxay ila hal rasuul adii la geeriyo way ka dhigan tahay rasuusho dhan iyo la geeriyo maxay la dacwadooda isku wada mid ah weeyey waateenahum waxaanu siinay ur ilaahay aayatina aayatayna ayaanu siinay waateenahum ur ilaahay waxaanu siinay aayatina aayatayna oo waxa weeye naaqadii nabi saalix la siiyay ayaa kamid ahayd fakaanu dibeedna waxay ahaadeen anha aayadahaas muxliina kuwa ka jeestay ahaadeen fakaanu waxay ahaadeen anha aayadaas ur ilaahay محلين في وسجد عائلات وسجد كانوا له ما يسن في شرير واحد يفر شين هاي واس بكر لعنته وحبال العرسة يا هذا ما ضعي الدوكة لعضاء يا صوام مريسة وهوي اللي جفت كير مايو وحانو سيفي ما يدين لعضيه مايو هدنا الدين اللي جفت كير اللي جفت كير مايو حق إلهي حقيسة في أرنتان وحور إماثرا يدر حموك يا لوفي كيريا وضبت إلهي أولي مياسا وكانوا وحي عينوا إلهي ينحسون قوة قرطة من الجبال بوراها قوضة بيوتا قرية قرطة آمنين حالينك وآمنة لمن كان إلى هذا قوم ثمود بور وين إلى أطلان أي قرية قصم يتجرين وحيابها وحوة حدثة أو مركز تحالة حدثة أو قرية قصم يأيضا أو ريالي وقت ذا أو حوالي وقت ذا وقت الشتاها أو حقايقة أو نحنت أي جسد بوراها إلى أطلان أي إلى قرآن قرية قصم يتجرين قرية قرية وقت كان في الجيران كان دور فوق السطح عشرة هاي الجيران كقفه رأوي الجور الجديد ثم بعدهم هاي الوابة قليلة الله مرك أولوه وكانوا حي هايين ينحطون هنا القرآن يان من الجبال بورا حجود بيوت الجوري أي القرآن يان آمنين حالهم في آمنة وهو حوي إن بالجميع سايس ما هي الهدى أمان هو شيء وين واي شقي قرصنا ينبو لإله إله آمنة هذا دوس قل قصينا بالجنان على هين واسات ويا عذاب ويا مد هذا نخرج نوكا لكم فهوي الشقادة هذا اللي قوانا يه فهوي الشقادة يجلا معا حيلا ضدكو حي فجرا عذاب يفجرا حيلا وحي فجرا نبتجل يحون يفجرا أيضا نبتجل يحوم الله وجرنا وحل الجاري كراه مجرا وي أمانكم هين وي وعاسا لي آمن كآيين إن توبوا من وصول الوصوص لهم وي المارس يتوب يتوقف ومن تقريب الأعداء لبيوتهم وهي كريئة من كآيين إن قريهود عدو أو خطابيه إن تصبعين من محايرة هذه ليشي وهو يقول هذا الضادة تأتي ليشي توب جرى عن برعب أو جرى وهو يلوص ونعايه فإذا ما هذه هدنا قريقة استلقى خرابين أيه اللي دمين أيه أصدنا وهو يفايده مجر مركن من عدى فإيضو هيسا أيه إلهي تشكوه أيين ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل كافيها لا تبعه هاي هدى نبتجليه والبوالة صوارك هدي إلهي اللي وشكوه أيه هو يسوع صلى الله عليه وسلم وعن الله هبا إن إلهي اللي وصوه نغضه معاي لعله وزوري إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قوم إلهي سبحانه وتعالى مد دورين أيه ولحي كسبين يسد الدلو مايه إلا وحا نبط ولا كسب يسد الدلو هدى حالة المعاصية اللي وشكوه هايه هدى الله صلى الله عليه وسلم هذا إلهي يتوبه وح يتبدلها يا مجرايا وإن إلهي اللي وصلنا الله مكوه وريكم أي أولور سبحانه وتعالى تأخذت وحا قبطي هم أيو لإلهي وحا قبطوا لإلهي نمشي أهاي أصحاب الحجر قوم ثمود الصيحة قيراد يا قبطي مصبحين حالهم فوق سبحي سنة تجهيل أسفقي ديوي تدح مع المرمكة يفكك بقى ديو الضوء حوية حرام يكسو دراهيري إلا وقتان صومالج رسول سهود وأطولا يتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مذلوب وأطولا مرجع الله وزوه سبحانه وتعالى فأخذت محاق بصول إلهي الصيحة قيلدي يا قبصي مصبحين حالهم في وصف حيثان وقت الصباح للجهور فما أغنى سمى الدافع عنهم أيضا حقوا ضول إلهي أذلك في كل آية ما في كانوا يهدين يكتبون في وصف بضا أدوحان سوامرني إلي قرية أدق أي بسجرين مال أي كل مجرين وحكى سأي قصة جرين أداس إلهي مركوي من الإنساس وحبوء ما يتنفر فما أغنى كم الداسعين والإلهي عنهم أيضا حقود عداس
ما في كانوا أي هذين يكسبون وقف بلا بناء الحصول وجمع الأموال هذا هو أسن ويسر معايا لإن تاسو وح إلهي وضوكا مدى سنة كرانوي إلهي سبحانه وتعالى وحا مركاسي نبت جلوع يخيف له بهلية إن على الله أبيعه إلهي نور سبحانه وتعالى مركا هلقا سبحانه وبحر إذن يستدعوا وحوية قامير وما رفيا قصة أصحاب الحجر ومسموس قصيدوا وبحنا ونبي الصالح والصوتر بس أن إلهي عونه وغشيه يا أجلوء وإلهي قطره سوحداني ستتعليني وما خلقنا ما أنان أورنو الإلهي السماوات سماوات هي والأرض أرضوا الإلهي هي وما في بينهما سماوات أرضوا النحاية إلا بالحق حق مريس كم كان وحيابها إلهي سبحانه وتعالى سماوات كان أرضا وإنت عقل ليون أو سنجد بكلمة هي وإنك نحفظا إلهي حق أيو أورد إلا يدريس إلهي قطريس وحدانيس لو أثبته لو انتفاعه انت أصابه أبوره يأنك في بلد وإن ساعة الساعة يوم إلهي لآتية في إيماني سوي ساعد قيام الله وإيماني السلام حالة سوي مركزا قفوة بإلهي عمل فيه سوف جاسنية وإن ساعة الساعة يوم إلهي لآتية في إيماني سوي تسمع سجي صوت إلهي سيد محمد كهو قوم كذا الصفحة جيسد الجميل أو ناسن أيضاً وحوي أنت النبي الجهاد كلافر عليه الصلاة والسلام فصحت جيسون إلهي الصفحة جيسد الجميل هو ناسن وحوي جيسد ومرتها سلاجة سعى فيه وي أرجع ونقصه نيني إن ربك رب جاغو إلهي هو رب جاغو الخلاق اللي أبو رس بلوي شيء والبا أبو راي العليم أوك علم الهدنوها هو أبو راي إن ربك رب جاغو إلهي هو الخلاق اللي أبو ريس بلنوي العليم أو علم لا شيء كثق علم له ولقد حقيقها يود إلهي آتيناك وانك في نسيك محمد جاهو سبعا طلبوا قول من المثالي هو الفيع العليا هي والقرآن قرآن كيانك في نور إلهي العظيم أويناي ولقد حقيقها آتيناك وانك في نور إلهي سبعا طلبوا قول من المثالي هو الفيع العليا هي والقرآن القرآن كي العظيم أويناي سبع المسانيدة نبقى وقفة عليه الصلاة والسلام حديث بخاري ومسلم الوريين حاكم الوريين فاتحة الوريين معايا لا سبع المسانيدة وحالوها لأنها تسمى في كل فرعاتهم معايا فرعاتها سواء المسيح اليوم فرعاتها استمر ثالثة فاتحة وكسوحين يساوين ماذا سوى نزولك وهو عيدا آليه فضبا ما رفيا السفر فضبا قوافل فضبا ما رفيا السفر وفيئة هو حوية قيب قيب الصلاة عصا أياه وحي كتب لها المجالة بصر هي الزعاة الشام هل مالين كريه وحي نقص من ذي صغرين يهود قريضة هي بن نظير ومدينة وحكتوبي وعطا رأي مركاتي نوعيات الدول أغر هي برقون هي وحوية جواهر وحبالنا صاري مركاتي المسلمين توهي ذا بنالي أمواشا ندان أنه هل لهينو إلهي أقو تغرب لهينو إحساب بان كسم إلهينا في سبيلنا وقنا فغيرهم مركا كان عيدا نسود وإلهي وحوليه يا مركا وعائد سيئي صدبا عيدون أو إذن كان خير بلا صدبا قواصلة أو سفروي أجيل إلى مثلا ما أرم كانوا وحوية وهي كينيسا عيدا منهم مدنيو أي كان معايلا يهودا في أرماس وعيكتنا المدينة وردنا وحان صومر ما إنهم مكي أي كان وإذناء الوية واسي لهالي وحمانع مجران بالو هيداي ان ايضا لو جير اي سود سو مره ما سو دكتو مرنا مدينة اي سو دكتو سبع المثالي مرت وافات حدا وي واتلو ايدود قفت مرتا سي كريا بسملدا اي قفت ان كترين با واتلو ايدودا ليري يا يوم قفت هذا بسواد وكبد مع ايد الصلوات ويوجد بلامن ايسا غير المغلوب عليه مر الله عليه ويوجد بلامن ايسا مرتا سيدات ايانا فهاجح ان ايدها لغوف فسر سبع المثالي ده لغو فسره لغو فسره وحوهي فاتحة لغو فسره والقرآن العظيم هذا مرتاس الوحف صنع من عدت الكل على الجزء نقونيسا أما من عدت العام على الخاصة نقونيسا قارون إلى سبع المثاني وقلوا الحمين فضبط الأبير وفرضوا لي وفقال الأوه رئيسه هذه أمثال إيا اللي تقدره وحوهي صورنا وحن ليه لأي براني ساسع مرتاس الهاتوهي فرساها تشوية شيء وحوهي حديث او مركاسي وحوية قرآن كأيو شربتي في قورة معي او آيات دكتان مركاسي مناسبوها ايه ان شاء الله تعالى عشر كينا دمو ايه نكوش يجدونا
حشر كان انت سعيوك يجهل. والله سبحانه وتعالى اعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.